بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله وحنو بلابان آيو ما ددين إهيد اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي قلاس كأفراد بلاوغة للصف الرابع الابتدائي. ما أنت وحن قادنا هنا الدرس 36 عشر كصدن يلحاد نوع الدرس عشر كنوع عيسو قراءة وأقرن. الدرس 36 عشر كصدن يلحاد نوع عيسو وقراءة أقرن وعكس أبسين عشر كمن يعلق الجرس يا أحريه بلك أما جنبلك يا أحريه. الدرس 36 من يعلق الجرس يا أحريه بلك أما جنبلك يا أحريه. إن عشر كان قراءة أو عكس أبسين هاي من يعلق الجرس وحلده شيك صوص عطوه يا أحريه بلك جرسك على جنبلك ييرو أيالدها يا أحريه. بل شيك ذا إلى دقيسه تجمعت جماعة من الفئران في أحد المنازل وأخذت تتلف كل ما فيه من طعام وأثاث فاغتاظ صاحب المنزل فأحضر قطة إلى منزله. عقد الفئران جلسة سرية لإيجاد حيلة يتخلصون بها من أذى القطة وقتلها لكل من دخلها وقتلها لكل من دخل المطبخ. فنهض فأر اشتهر بينهم بالغزو على المدخرات وقرض الملابس وقال الرأي عندي أن نهجم كلنا هجمة واحدة على القطة ونقتلها. تجمعت وحا كل مي جماعة من الفئران جروب أما كوح أو دوليال أيا وحي كل مين في أحد المنازل قريها مد كمذا أيا كل مين وأخذت وحي بلابين تتلف إني دوليا شاسي باب إنايان كل ما فيه قريها وحي يالو دن أيا باب إنايان أو من طعام عنتأه وأثاث ألاب أيا بلابين إني باب إيان. فاغتاظ وحا حناقي صاحب المنزل مدك قريها لها أيا حناقي فأحضر مركز وحو كينصدي قطة مكلال إلى منزله قرقيس أيو كينصدي. عقد الفئران دولياشي أيا وحي قبتين جلسة فدي جلسة سرية أو سرعة لإيجاد حيلة سيد الله إلى حيلة يتخلصون بها كغف كذان من أذى القطة نبكى يعني يورت إلى ذا كغف كذان إيا وقتلها ديل كيدا لكل من قف والبأي ديلان أما وحو البو دخل المطبخ مكلاش صوغلو ما أركت جكذا أما كشين كصوغلو إني ديلان مركا تشاور كي جلسدي أيا فرمتي. فنهض وحا كعي فأر دولي دولي قاسو اشتهر بينهم كعام بحي أيا نحضو ذا بالغزو إنو كدولو على المدخرات وحيابها لكي صدي لكي تصدو وميلا لكتو إنو باب إيوه وكدولو دول لغوية قانا إيا إستاعي. وقرض المنازل وقرض الملابس نركا إنو جحجحو أرغروغو يا أو دل دلاعيو لغوية قانا إيا كعيوة. وقال وحو يري الرأي عندي أني وحو أركاوي أن نهجم إنا ويررنو كلنا دمانتين هجمة واحدة هل ويرر أن ويررنو على القدة مكلاش ونقتلها آن دلنو. ماشان شيكذا وحواي دوليال بدن أما جيرر بدن أيا وحي قري كوكول مين قري كمد أيا كسو بطيمو. فأر ودولي هل مفرد كيس فأر وحالو جمعيا فئران دوليال فئران أيا لغو جمعيا فأر دولي فئران دوليال تطلف وحي باب إنايا كل ما في المنزل قري وحيالي باب إنايا سكرتي باب إنايا وحي قرقا يلونا مركز صاحب المنزل نكي قرقا لها حناقي.
فأحضر قطة إلى منزله. قطة ذا وحي معروف كتاني الدولية الدش إيه عنده أيك أيوك دولية شئ لما سوى جهن مركا سوى حي قبصدين فرد قارة أو سرعة أيك قبصدين سيدي حيلات لوغا قارة لما تدان سوى إماضي كسوى جهن مركا ستشي أياب بلاب هل دولية وحا سوى استاغي أو معروف كواه إنو وحيابها كيت كلا ديكتو كدولو أيها سوى استاغي وحيري أنا جو حاو أركا إن أنا مني هو صور وحيد دول ماشي الجو إن هالمرة ويرنا أيانو أركا تجمعت وحا كل مي جماعة جروب أو من ألف إيراني دوليال في أحد المنازل جريها مت كم إذا أيكوا كل مين وأخذت وحي بلابين تتلف إن باب إن أيان كل ما فيه جري وحي يالودن أو من دعام عنتاء وأثاث ألابة فغتاض وحا حناقي صاحب المنزل منك قرق لها أي حناق فأحضر مركز وحو كين صدي قطة مكلال إلى منزله قرقس عقد ألف إيران ودولياش أي وحي قبتين جلسة سرية فدقار أهو هوس أي قبتين لإيجاد حيلة سيد حيلة لوغهلو يتخلصون بها وكغف كذان من أذى القطة مكلاش نبكى إذا لوغف كذان وقتلها إلى دلان لكل من إدلان قفو البو دخل المطبخ كشينك سوغلو فنهض وحا استاغي فأر دولي او اشتهر بينهم كعام بحي نحضوضا بالغزو على المدخرات وحيابها لكيت سدو ويرفقوضا كعام بحي وقرض المناز ملابس دركا وقرض الملابس دركا روغستو ذا اما باب انتو ذا كعام بحي ايا استاغي وقالوا عير الرأي عندي انا وحاواركا ان نهجم كلنا انا ويرنا انا غودن هجمة واحدة هل ويرر على القدة ونقتلها أندلنا ويه وليش هكذا ويسيس عطا فوقف وحى استاجي كبير الفئران دولياش متك أقوى ناي وأقوى عجل ناي أي استاجي وقال مركز وحيري أنا أوافق على رأيكم أنا قارن كسواني أقوى فقائن للدلاي ولكن بأي سلاح تقاتلون القطة ويرك مركز وير قادس هو على الربع ويركه أت كل الدجال ما يسان يعيرت يمكلاشة وليس لكم أظافر عدينا ملهذينه ما كنت قال تجسين فالأحسن وحى في عنوي أن نعلق إنا أسرنا جرسا بل أما جامبلال إنا أسرنا في رقبة القدة مكلاشة قرته والحال هي نائمة يدو جفت إنا بل أسرنوي فإذا مشت ديس عتبة رن الجرس أيوي بل كأيا قيرناه يا أيا دواقة وهربنا أنا جنا وعررنا منها من القدة أيان كعررنا بأمان سنبت قليلها أيان كعررنا فاستحسن الجميع أيقون نوحي وناكس ذين هذه الفكرة فكرة أيي وناكس ذينه أي وجع لستين وحدين فكرة فعلان بضنا ولكن أحد الفئران لكن دولياشا متكم إذا أيا أنتو استاقوحوا يروقفوا استاقوا قائلا أصيقوا داي القرار جميل القرار قوانكاس جميل وفي عين ولكن من ينفذه لكن يا فلني من يعلق الجرس يا بالك يا جامبلالك كحراية في رقبة القد مكلاشة لقنت يا كحراية فقام كبيرهم كي أقوى إنايا يا استاغي وضرب على صدره حبت كيس أيو قراعيو وقال وحوده أنا أعلق الجرس أنا يا كحراية جامبلالك ولكن ما إن تم هذا الفئر دولي قان مؤونا دمينين كلامه هذا الكيس مؤصن دمينين حتى هجمت عليهم القط إلا مكلاشة أي صويرت فتفرق جمعهم كلن كوذي أيا كالتاقي وعلى رأسهم وحا أغهري كبيرهم كيويناي أيا أغهري ضدك كالعرري الذي كاسو ضرب على صدره حبت كيس قراعنا أي ومانتو ننقل غيلنا أي أيا عرري مركا دولياشي أرنكا أيا قبصدي وقف والبابا يا وحقو أنصدي إنه رأيك ديبتو مثكي وينايا وحو دهي أنا يقول راعيا لكن هب كيلو قد قالما ياي روح اسمه سعونا هب ما هي ستان وليس لكم أظافر أظافر وجمع ظفر ظفر وعجد وليس لكم أظافر عدم الهذينو مركز وحسوه هندسي أن يعلق جرسا 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 وبل قام بلال إن لوحر مركز وعطبوك عرين هايده dadka waa wanaagsanadeen jiirarka meesha fadhi laakiin mid kamid ah wuxuu yiri qaraarkaasi waa fiican yahay laakiin fulina ha
ماشي أي وحوي وضرن واكنا يا فلنا أيوة شيء والقرار ولا شيء أفكار لقها هذلا لكن ما ينفذ يا فلنا مركز كي وين يا حبتك أنت وقرا عذي أنا فلنا يجر مركز ماشي كوكلا عرين يعني يرتي ومركز صباح ذي هل كاس أي قصة كنا ما تيوي فوقف وحى استاج كبير في إيراني دولي ياش متك أقوى هنا وقال وحده أنا أوافق على رأيكم أنا قرأي جين وأنا أوافقيا ولكن بأي سلاح هبكيبة تقاتلون القطة من كل شيء كل هذا قال ميسان وليس لكم أظافر عدينا مله ديني فالأحسن وحى في عن أن نعلق إنا سرنه جرسا جنبلال في رقبة القطة من كل شيء قرت إنا أسرنه وهي نائمة يدو جيفته فإذا مشت هدي سعته رن الجرس جنبلال كأي قيلنا وهربنا وعرنينا منها يعني يرتب بأمان فاستحسن الجميع وحي ونكسدين هذه الفكرة ولكن أحد الفئران دوليا شمت كمت أحيا وقف قائلا استاجسوا استاجي وحيري القرار جميل قرار كان في عين ولكن من ينفذه يا فورناي من يعلق الجرس بالك يا كحرايا في رقبة القطة من كل شقورت فقام كبيرهم كي وين سو استاجي وضرب على صدره حبت كيس يقراعي وقال وحيري أنا أعلق الجرس أنا حرام ولكن ما إن تم هذا الفئر دولي كان مؤسن لما ينبه كلامه أصوصي هذا الله حتى هجمت عليهم القطة مقلاش يا صور فتفرق جمعهم كلن كوذي أيام ماشي كوكلا عرري وعلى رأسهم وحقوهري كبيرهم الذي كوذي ويناي كاسو ضرب على صدري حبت كيسة قراء عايوة أسئلة تموت أجب عن الأسئلة سؤالها كجواب لماذا اجتمع الفئران دولي ياش محيء كل من لماذا اجتمع الفئران على أي شيء محبي انتهت مشاورتهم وذا تشيغ وذا محوكو لماذا ماذا فعل كبير الفئران دولي قمتك أقوينا محوسمي عندما رأى الخطة مكلاشا مركو أرك محوسمي هل الهرة دولي مكلاشو عدوة الفئران فقط دولياشا باسمي عدو كوتا صحيابك عدو كوتا هاجر تدريب وتوبر استخرج كصوبحي من هذه القصة الفعل الماضي والمضارع كصوبحي الفعل الماضي وهي فعل ماضي هل كاس كقر الفعل المضارع فعل مضارعنا هل كاس كقر ان وحان كلو اوجد بين عشر كان عشر ككخغو او اه الدرس السابع والثلاثون عشر كصدن يتضبط نوع الدرس عشر كنوع سواء اللغه العربيه وحان قادنينا حديقه الحيوان بيرت حيوان هذا الدرس السابع والثلاثون عشر كصدن ايو سديدات نوع عشر كصدن يتضبط الدرس السابع والثلاثون نوع الدرس واللغة العربية حديقة الحيوان بيرت حيوان هذا بيرت حيوان هذا أيان كشكين هنا وذا شكين سيانكو بلابينا هل تحب مجعشهي أن تذهب معي إنا إلى آدت إلى حديقة الحيوان بيرت حيوان هذا ما إلى آدت كرتها مجعشه وحوير الله مايا شكرا فقد زرتها من قبل مرهران صوارك فقد زرتها وانصاب بوقضي من قبل هذا الكهر ما رأيت فيها محاك أركت رأيت كثيرا وحا أركئين بضنه من الحيوانات حيوانات كمثل مثل الأسد لباحه كله والنمر شبيل كله والفهد هرمعس كله والفيل مروذي كله والزرافة قري كله والقرود دايرة كله وأيضا سيداس كله رأيت وحا أرك كثيرا إن بضنه من الضيور شمبراء مثل الحدائة دفه كلا والنصر جرجر كلا والعصفوري شمبر كيرا كلا والنعامة جرنيض كلا والداووس شمبر كحرقادة بدن وداووس كلا ده كلا وكذلك الأسماك سدع سو كلا كلو ماذا أيان أركيبون هل تحب مجعشاي أن تذهب معي إنا إلى آدت إلى حديقة الحيوان لا أير ميا شكرا ما تسند فقد زرتها من قبل هذا كهر أيان صوب وقضيوا ما رأيت ماذا رأيت فيها ما حاكو أركتي رأيت وحان أركي كثيرا من الحيوانات حيوانات بضن أيا أرك مثل الأسد لباحو كلي والنمر شبيلكو كلي والفهد هرم عسكو كلي والفيل مروذيكو كلي والزرافة قريكو كلي والقرود دانيرادو كلي وأيضا سيداسو كلي رأيت كثيرا من الطيور شمبرة بضن أيا أركي مثل الحدائة دفهو كلي والنصر قرقركو كلي والعصفور شمبر كير والنعامة قرنيضة والطاووس شمبرك قرحن والطاووس كلا وكذلك الأسباق أريب بذن أيا كجر حديقة الحيوان أد أي أوناك سنتا إلا صبق حديقة الحيوان وحواي وحالقه لا أنواع كثيرة من الحيوانات
لباحة الأسد هذا أيان صورته هذا يقابك ويالان قيبك مذا أركض النواي ولي وحنوصي صعود وذا شكاسي هل رأيت الزواحف أيور كوا حبتك كسقة ما عرفت زواحفك وهالله سيد مسكو كذا كوا حبتك كصعود نعم ها رأيت وحن أرك الثعابير المختلفة يا مصص كل الدون أيان أركي والأضاعي أبيسوين أيان أركوان وماذا أعجبك فيها مركا ماشة تكتي محاكو عجب قلي أعجبني وحي عجب قلي القرود دانيرة بقفزاتها يعني بوذستو ذا المصلية قلبك أقبو جنيس أو قلبك كون سنيس وكرا كما أعجبني وحي عجب قلي الضيور شمبرها بألوانها الجميلة كل رضا إذا آت أقرحن وأشكالها قابف كذا المختلفة إيك الدول وأعجبني الغزال سيدا سوكلا ديرضا ويعجب كل سوير مركا سوير أما أنا أنيقا ميا فسأزورها قريبا إن شاء الله أنيقا نمردو أيان صوب وقندونا هل رأيت الزواحف ما أركتي كو حبتك كو سقضو نعم ها رأيت وحان أركي الثعابين مصصك المختلفة إيك الدول والأفاعي إيوه أبيسوين كأيان أركي وماذا أعجبك فيها محق عجب قليوك أيابي أعجبني وحا إيابي القرود دانيرة بقفزاتها المصلية بوذستو ذا وح قلبي قد جيو كما سيدا سوكلا أعجبني وحا إيابي الضيور شمبرها بألوانها الجميلة كلا رضو ذا قروحسا وأشكالها المختلفة إيقاببك وذا كلا دوان وأعجبني الغزال ذا رضي أي عجب قليسوين أما أنا أني أميا فسأزورها قريبا إن شاء الله مردو أيان صوب وقن دوناوي ميشان وحاكو أخرى إريض عن قادنا سوردو ذا كانوا كلا أسد ولباح أسد لباح أسد هذا أسد نمر شبال هذا نمر كانوا شبال فيل ومرودي فيل مرودي زرافة وقري زرافة قري خرتيت وويل ويل خرتيت ذئب وياي ذئب وياي دب ومدحكتي دب وبالك بوراً وقبوها جعل ثعلب ودبعه شبل وعنق لباحة شبل عنق لباحة قيبتان هذا وحنكو قاضنا دور حيوان وحاكم إذا دوبك أصحابنا أسد نمر نمر أسد وحالق جمعية أسود لباحية نمر نمر شبال نمور شبالال فيل ومرودي فيلة أيا لغو جمعية مروديال زرافة خرتيتك وحال لها متك هالك جيسانك كله وبتعة أد حوق وبضن ها سيدا جر عمل أبو ديدو أد وبورا أيا لدها أدونك وكسي يرانا ياد وحال لدها خرتيت أيا لها وعاكلا لدها وحيد القرن وحيد القرن نويقا عربت وحيد القرن هل حولي جيس أيو لحظة كلها يا هيوا وحيد القرن نوال لدها خرتيت نوال لدها ذيب وياي ورابا معها يا إذا كدرن دب ومدحكتي ثعلب ودبعه شبل شبل عنق لباحة ولي وحا نوصي صعده حيوانة ذي حمار ودمير حمار حصان وفرس قرد ودانير هذا قرد كلب وأي كلب جمل وأور جمل أور فأر ودولي فأر بقرة ولو غزال ودير ظل قط ومكلال ظل كاسكو مجرى قط ومكلال حمار حصان قرد كلب جمل فأر بقرة غزال قطة أما قط مكلال عشر كيني ما أنت أكو براني عشر كي حيوان ذاها صدن إيو محنكور هذا تضبو يكي كسي هوري أكو براني من يعلق الجرس عشر كيني ما أنت سيكو إيكي هاي وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.